كيف تتم مراجعة القنوات اليوتيوب الجديدة التي تريد الانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب؟ ما هي العوامل التي تساعد على تسريع وكذلك قبول القناة الخاصة بك على اليوتيوب؟ وكذلك ما هي الأسباب التي تؤدي إلى رفض القناة الخاصة بك وكذلك تأخر في المراجعة؟ كل هذه الأشياء سوف نتطرق إليها إن شاء الله في هذه الحلقة. كما قلت، هذا الفيديو جاء تحت طلبات إحدى الإخوة، والتي كما قلت سوف أشرح مجموعة من التفاصيل حول هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام. في البداية، ما هي المستلزمات لتوفير وكذلك إنشاء قناة ناجحة لضمان قبولك في برنامج شركاء اليوتيوب؟ أولا، من بين الأشياء المهمة والتي يجب عليك أن تقوم بالتركيز عليها إذا كنت صانع محتوى، أن تقوم بإنشاء محتوى خاص بك يلتزم بإرشادات المنتدى وكذلك يلتزم بحقوق الطبع والنشر. ماذا نقصد بإرشادات المنتدى؟ إرشادات المنتدى وهي عبارة عن سياسة الخاصة باليوتيوب تمنع فيها استخدام بعض الأمور التي تؤدي إلى رفض القناة الخاصة بك، وكذلك تصدر مخالفات من خلال تطبيق هذه الشروط أو عندما تقوم ب عدم تطبيق هذه كما قلنا هذه الشروط الخاصة بإرشادات المنتدى، تتلقى القناة الخاصة بك إنذارات، وبذلك يتم رفض القناة الخاصة بك بصفة نهائية. كيف ذلك؟ على سبيل المثال، هنا سوف نذكر بعض الأشياء المتعلقة ب كما قلنا إرشادات المنتدى التي لا يسمح بها على اليوتيوب: المحتوى الغير المرغوب فيه والممارسات المضلة. لا يسمح لسياسات المتعلقة بالمحتوى غير المرغوب فيه والمحتوى الخداع والممارسات والاحتيالات، كذلك سياسة انتحال الهوية، كذلك سياسة الروابط الخارجية، كذلك سياسة التفاعلات الزائفة، كذلك سياسة إضافية، كذلك هناك المحتوى الحساس الذي كما قلنا المحتوى يضم مشاهدات مثل العري ومشاهدات جنسية، هذه الأشياء مرفوضة. كذلك سياسة الصورة المصغرة، الصورة المصغرة التي تقوم بوضعها على الفيديوهات الخاصة بك وشرحناها من قبل، والتي تقوم بوضع صورة مزيفة أو مضلة، هذا الشيء فهو مرفوض من اليوتيوب. سياسة سلامة الأطفال، كذلك سياسة الانتحار وكذلك إيذاء النفس عندما لا تنشر هذه الفيديوهات الخاصة بالأطفال، كذلك عدم نشر الفيديوهات الانتحال وكذلك الفيديوهات الخاصة بالانتحار وكذلك إيذاء النفس وكذلك عدم نشر المحتويات المتعلقة بكما قلنا المحتوى العري أو الجنسي أو غيرها، كذلك المحتوى الذي يضم مشاهدات العنف وأفعال خطيرة. مثل على ذلك المحتوى الضار أو الخطير، المحتوى الذي يضم مشاهدات عنيفة أو قاسية. يعني إذا كنت تريد أن تقوم بإنشاء قناة يوتيوب يجب عليك أن تتجنب هذه الأشياء. كذلك سياسة المتعلقة بالمنظمات الإجرامية والعنيفة، كذلك سياسة المتعلقة بكلام الذي يحض على الكراهية، كذلك سياسة المتعلقة بالتحرش والتنمر على الانترنت، كذلك السلع الخاضعة للرقابة. يعني لا تقوم بنشر مثلا بعض السلع التي تمتلك حقوق طبع والنشر أو متعلقة ببيع سلع أو خدمات غير قانونية أو خاضعة للرقابة، كذلك سياسة الأسلحة النارية، يعني لا تقوم بنشر هذه الأشياء، كذلك المعلومات الخاطئة، منها معلومات خاطئة متعلقة بالانتخابات أو معلومات طبية خاطئة متعلقة بفيروس كورونا أو غيرها، كذلك معلومات خطيرة متعلقة بالتلقيح أو باللقاحات. يعني يجب عليك أن تتجنب هذه الأشياء في صناعة محتوى خاص بك. أما فيما يتعلق بحقوق الطبع والنشر، هذا فهو عندما تقوم أنت بسرقة فيديوهات من قنوات أخرى أو تقوم
تحميل بعض المقاطع الصوتية لأشخاص آخرون تقوم باستخدامهم على القناة الخاصة بك، فهذا الأمر مرفوض لدى اليوتيوب. إذن فإذا كنت تريد أن تقبل القناة الخاصة بك في المراجعة، يجب عليك أن تتجنب أولا إرشادة المنتدى، كذلك حقوق الطبع والنشر. هنا يجب عليك أن تركز على المحتوى الخاص بك، يعني تقوم بصناعة محتوى خاص بك، لا تقوم بسرقة الفيديوهات، لا تقوم بتحميل الفيديوهات من مثلا الفيسبوك أو انستغرام أو تويتر أو غيرها من المواقع الخاصة بالتواصل الاجتماعي أو مواقع أخرى التي تقوم ب كما قلنا نشر الفيديوهات عليها، فهذه الفيديوهات ربما يستخدمها أشخاص آخرون، ربما لديها كما قلت حقوق وطبع ونشر لأشخاص آخرون، وعندما تقوم أنت برفعها على القناة الخاصة بك، هذا السبب الأول. في عندما تصل القناة الخاصة بك إلى 4000 ساعة مشاهدة وكذلك 1000 مشترك، عندما تصل إلى هذه الأشياء وتقوم بمراسلة اليوتيوب من أجل المراجعة، أول شيء سوف يتم مراجعة القناة الخاصة بك من خلال المحتوى الذي تقدمه، سوف يتم مراجعة المحتوى بوجه الخصوص، كذلك سوف يتم مراجعة آخر فيديوهات قمت بنشرها أي 4000 فيديوهات الأخيرة، كذلك سوف يتم مراجعة الفيديوهات أكثر رواجا لديك في القناة أو المحتوى الترند لدى القناة الخاصة بك، كذلك سوف يتم مراجعة الصورة المصغرة، كذلك الأوصاف التي تقوم بها، جميع الأشياء المتعلقة بالقناة الخاصة بك. إذا كانت هناك أشياء غير مرغوب فيها أو أشياء مأخوذة من قنوات أخرى أو أشياء كما قلنا أو القناة الخاصة بك تتوفر على مخالفات، فسوف يتم رفض القناة الخاصة بك، أو في حالة ما لم يتم قبول القناة الخاصة بك يمكنك أن تقوم في حالة ما تم رفض القناة الخاصة بك يمكنك أن تقوم بإعادة طلب مراجعة القناة الخاصة بك مرة أخرى. تستغرق عملية مراجعة القنوات ما يقارب أسبوع، أو ربما إذا كان المحتوى الخاص بك فريد القنوات التي تقبل بسرعة على اليوتيوب، أولا محتوى ترند، كذلك نسبة مشاهدة عالية، تظهر الفيديوهات الخاصة بك على في المقترحات الخاصة باليوتيوب، تحصل القناة الخاصة بك على الملايين مشاهدة، فهذه القنوات تقبل بسرعة ممكنة. أما بالنسبة للقنوات التي لديها نسبة مشاهدة ضئيلة أو ضعيفة نوعا ما، كذلك هناك مشاكل في بعض الفيديوهات، عدم استخدام بعض الأمور الصحيحة فيما يتعلق باليوتيوب، فربما القناة الخاصة بك سوف تتأخر في عملية المراجعة، لكن أغلب القنوات في الآونة الأخيرة يتم إرسالها إلى المراجعة مرة أخرى، عندما يتم رفضها في المرة الأولى يتم طلب إعادة المراجعة من أجل عملية التحقق، يعني أن يتم فحصها يدويا من أجل المراجعة القناة الخاصة بك. في حالة ما كانت هناك جميع المستلزمات والشروط المطلوبة في القناة الخاصة بك سوف تحصل على كما قلنا سوف تقوم بالانضمام إلى برنامج شركاء اليوتيوب. في حالة ما إذا تم رفض القناة الخاصة بك للمرة الثانية، فهذا يعني أن القناة الخاصة بك تتوفر أو تحتوي أعلى أشياء كما قلنا مثلا حقوق طبع والنشر أو إرشادة أو لا القناة الخاصة بك لا تستوفي الشروط أو تقوم باستخدام بعض الأمور مثل إرشادة المنتدى أو غيرها. لذلك إخواني الكرام، خلاصة عامة حول الموضوع، من أجل أن تقبل القناة الخاصة بك دائما أقولها وأكررها، قم بإنشاء محتوى خاص بك، ركز على المحتوى الخاص بك في الوهلة الأولى حتى تقبل القناة الخاصة بك في المراجعة وكذلك الانضمام إلى شركاء اليوتيوب. بعد ذلك يمكنك أن تقوم بعمل أي شيء في القناة الخاصة بك، لكن أنا أنصح وأعيدها وأكررها بأن تقوم بإنشاء محتوى خاص بك، لا تقوم بسرقة الفيديوهات، قم باحترام إرشادات المنتدى حقوق الطبع والنشر، وكذلك استخدام كما قلنا أشياء بشكل قانوني على القناة الخاصة بك، وإن شاء الله سوف تقبل القناة الخاصة بك.
أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.